كما قلنا بأن القياس وهو قياس الشيء بالشيء أو مساواة الشيء بالشيء أو تعدية حكم الأصل إلى الفرع، وعمدة الأدلة وعمدة الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله كما في سنن الدارقطني عن أبي مليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضحا، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وآس بين الناس في وجهك وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، الفهم الفهم فيما يختلج في نفسك وفي صدرك مما لم يبلغك فيه كتاب ولا سنة. اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. هذا هو الدليل. اعرف الأمثال والأشباه، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك. اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها وأشبهها بالحق فيما ترى. واجعل لمن ادعى بينة، واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذ حقه، أخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليه، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في الصدر وأبلغ في العذر. واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليه، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور والعياذ بالله، أو ظنيا في ولاء، أو مجربا في شهادة زور أو ظنيا في ولاء أو قرابة. إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات. وإياك والقلق والدجر والتأذي بالناس، كر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخرى، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه، من يصلح نيته بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس.
هذه المقولة، هذه الكلمات البسيطة تحتاج إلى مؤلفات لشرحها. والله هذه أصلح من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله. من تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله. فما ظنك بثواب الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام عليك. فما ظنك بثواب الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام عليك. هذا هو كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، ويعتبر هذا الأثر هو عمدة المستدلين للقياس والمثبتين للقياس.